يمكن جرحوني في 3 جرايد، يجرحون فيني لليوم، صار لهم سنة وانا ولا سلامة عمرك ولا ادري هم وين اصلا، ما اقدر دعاية اعيدهم. بلاش بفهد. يدق علي واحد يقول ايش كاتبين عنك كذا كذا، اضحك اقول له خلي اكتب انا انزل، لا هو يصعد لي، انا عمري ما نزلت تحت، صعب ما يصعد. فكلام يعني ما اخذ قيره، بس اتمنى حق اللاعبين الاعلام مو لي انا، اقصد هاللاعبين يحتاجون الى مقابلات. كم مره شفت لاعب قابله بالجريده؟ احنا نوعدك برنامجنا لجميع الالعاب ويبدي يعني موسمكم ونشوف، بس تجريح للاسف. واحمد موجود ان شاء الله، بس مراتش ما يحطنا منع. لا لا انا احمد نبي منك كلمه. بالنسبه لي اقول بعض الصحفيين، انا ما اشمل الصحفيين عامه، بعض الصحفيين أكيد حقيقه أكيد. يعني تجريحهم شخصي، يعني ما يحل لك المباراه شخصي، يعني يدش باشياء واخلاق البني ادم، خصوصياته، شغله، عمله، بعيد عن الرياضه اكيد معي. فارجو يعني من الصحفيين انهم يركزون على تحليل المباريات، على نقاط المباريات، على تحليل المباريات، المدرب شنو سوى، شنو بدل، يعني على المباراه ما له شغل مثلا بالاداره، ما له شغل باداره الفريق، والمدرب كشخص كشخصية. حاجني على عملي. حاجني على عملي. وإحنا والله. فأرجو إن شاء الله، أنا ما أقول كل الصحفيين، بعض الصحفيين صراحة قد يكونوا بعيدين عن المجال أساسا، مو مجالهم. دخلاء. أساسا أنا ما أقول دخلاء، أساسا مو مجالهم، بس تغطية. والله الحديث معاكم ممتع. نعم. وأنا أتمنى إن شاء الله لقائكم قريبا في هموم وشجون أخرى وإنجازات بإذن الله بعد ما تم ذكر كل هالهموم. مشاهدينا الأعزاء اسمحوا لي باسمكم أشكر ضيوفي وضيوفكم داخل الاستوديو، على أمل إن شاء الله بإذن الله أن نلتقيهم بإنجازات وليس هموم. حتى ذلك الوقت انتظرونا في حلقة قادمة مع قضية جديدة ولعبة جديدة. شكرا جزيلا على حسن المتابعة.